احساس جميل لما لعيب انت بتحبه وبلدياتك يروح لفرقه انت بتحبها وبتشجعها في اوروبا. حكم النهارده هيكون على صفقه انتقال محمد صلاح لروما، في الجول ولا في العرض؟ اولا كده وقبل اي حاجه احب ابلغ كل المعلقين المصريين ان مفيش حاجه اسمها ايسي روما. ممكن تقول روما، ممكن تقول اي اس روما، ولكن لو هتقول ايسي يبقى ايسي ميلان. محمد صلاح عنده 23 سنه، في 2013 انتقل من المقاولين في مصر لبازل السويسري ب 3 مليون يورو، وبعدها بسنه بقى اول لاعب مصري يلعب في تشيلسي ب 13 مليون يورو، وبعد 6 شهور اعاره في فيورنتينا الموسم اللي فات. وفيلم هندي بقى من بقائه في فيورنتينا ولا رجوعه لتشيلسي ولا رحيله الانتر رسي بالحال في الجالوس. نبدأ بالفلوس. صلاح راح روما بإعارة تكلفتها 5 مليون يورو مع أحقية الشراء في نهاية الموسم ب 15 مليون يورو، يعني إجمالي لو اشتروه 20 مليون يورو، وده سعر هائل لروما. وفي نفس الوقت والأهم إن ده سعر مناسب جدا لقيمة اللاعب، وبالتالي مش هيحط عليه ضغط أو عبء كبير زي ما بيحصل مع اللعيبة اللي بتنتقل بأسعار مبالغ فيها جدا ويقعدوا معظم الوقت بيحاولوا يثبتوا للناس إن السعر ده كان مناسب ليهم. قرار بقاء صلاح في الكالتشيو بعد التألق الموسم اللي فات مع الفيولا كان في الجول، لأنه اتعود على الأجواء وطريقة اللعب وساب علامة في عقول جماهير الكالتشيو وبالذات جماهير اليوفي. وقرار تفضيله الروما عن الانتر كان برضه في الجول، لأنه بمنتهى البساطة هيلعب في الشامبيونز ليج، ودي بقى بالذات زي ما عرفت من واحد صاحب صلاح شخصيا كانت أمنية وطلب أساسي ليه. طبعا السؤال اللي على كل لسان، هو جارسيا هينزل صلاح؟ ها؟ ولا المرة دي بقى مفيش نزول وهيلعب أساسي؟ والإجابة صلاح لازم يثبت نفسه عشان يلعب أساسي في روما، لأن المركز اللي هو بيلعب فيه هو أكتر مركز عليه منافسة في روما. من اللعيبة التالية: جيرفينيو في الموسم الأول تقمص دور ميسي وكان النجم الأول لروما، وفي الموسم الثاني تقمص دور جيرفينيو الطبيعي، وفي الأغلب هيفقد مركزه الأساسي في الفرقة لو ما اتباعش من أصله. خواني توربي الأرجنتيني عنده 22 سنة وتاني أغلى لاعب في تاريخ روما بعد جابرييل باتستوتا. روما ما بيشتروش لعيبة غالية كتير أصلا يعني. توربي في الموسم الأول ما أثبتش نفسه، هو أسرع لاعب في الفرقة ورجله الشمال طرشة، ولكن متسرع جدا وبالتالي بيبوظ معظم الهجمات على نفسه. ادم ليايتش كموهبه فهو ممكن يكون احرف لعيب في الفرقه، ولكن مشكلته ان مستواه مش ثابت وبالتالي معظم الموسم بيكون اسير للدكه وبيستخدم كبديل. فيكتور باربو لاعب منتخب كولومبيا عنده 25 سنه، جه في روما كاعاره في يناير وبعد 6 شهور لعب فيهم بشكل كويس، النادي قرر يشتريه ب 8 مليون يورو. باربو لعيب سريع وجسمه قوي وبالتالي ساعات بيلعب على الخط وساعات كمهاجم تاني. لاجو فالكي لاعب اسباني عنده 25 سنه ولسه واصل اعاره من جنوا، بيلعب على الخط واشول برضه، أعرز الموسم اللي فات في الكالتشيو 13 هدف وعمل 5 اسيست. أليساندرو فلورنزي، وده بقى بقيت سلالة فرانشيسكو توتي ودانيلي دروسي، الراجل طالع من مدرسة الكورة وبيتنفس روما. مهاراته ممكن تكون محدودة ولكنه بيعوضها بمجهود جبار في الملعب، ولكن حاليا فلورنزي مربوط في مركز ظهير يمين لحد ما يجيبه ظهير يمين. المنافسة على المراكز مفيدة جدا لصلاح، وفي نفس الوقت ما هياش منافسة قوية قوي زي المنافسة اللي كانت موجودة في تشيلسي، وبالتالي هي مفيدة للنادي عشان بيبقى عنده أكتر من خيار في نفس المركز، ومفيدة للاعب علشان بتساعده يحافظ على مستواه طول الموسم. تكتيكيا فرودي جارسيا ما بيغيرش ال 4-3-3، ومركز صلاح فيها هيكون في الأغلب ناحية اليمين مع حرية التحرك على الخط أو في قلب الملعب، دور كده شبه اللي كان بيعمله وتألق فيه مع فيورنتينا، الدور اللي مطالب من صلاح يأديه مع روما شبه الدور اللي ميسي بيأديه مع برشلونة، مع كامل احترامي طبعا للفارق ما بين ميسي وصلاح وبرشلونة وروما. انتقال صلاح كان للمرة التانية على التوالي إعارة، ودي حاجة مفيدة جدا للنادي اللي بيستعيره، ولكن مش مفيدة قوي للاعب لأنه مش بيحس بالاستقرار ومش بيحس ان هو جزء من النادي ومن المشروع الطويل بتاعه، وده اكيد بيبقى ليه تأثير سلبي على اللاعب. وبالإضافة طبعا تغيير الفرق كل سنة ده مش مفيد بالذات للاعب وهو سنه صغير. وفي كلام ان عقد صلاح الحالي بيجبر روما على شرائه قبل نهاية الموسم في حالة انه كان لاعب عدد معين من المباريات. لو افترضنا ان عدد الماتشات ده كان 15 مباراة مثلا، فلو صلاح كان لاعب منهم 13 مباراة ولسه فاضل 10 ماتشات في الموسم والنادي لسه ما قررش اذا كان عايز يشتريه ولا لا في نهاية الموسم، فحله الوحيد انه يسيبه على الدكة. لو في نصيحة واحدة ممكن اقولها لمحمد صلاح من واحد بيشجع وبيتفرج على روما بقاله تقريبا 15 سنة، وهي انك يا ريت ما تسمعش كلام كل واحد هيقولك ان روما هي توتي، ظبط معاه تظبط مع الفرقة، لان حاليا روما
هي الكورفا، يعني الجماهير والالتراز هم اللي ممكن ينزلوا اي لاعب تحت الارض او يرفعوه لسبع سما. فطول ما ان روما في قلبك وقلبك في الملعب فالجماهير على طول هتكون في صف. وفي النهايه رايي الشخصي ان الصفقه دي في الجول، ولكن هنا انت الحكم، فياريت تسيب لي حكمك في الكومنتات على يوتيوب او على فيسبوك او على تويتر او على انستغرام بهاشتاج صباح كوره، صلاح لروما في الجول ولا في العرض. وما تنساش تشترك في القناه وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل حلقات صباح كوره اول ما تنزل، ولو الحلقه دي عجبتك اعمل لها لايك وشير في الخير في كل مكان. سلام.